مع تحشيد الميليشيات لمحيط مدينة تعز يواصل التوجيه المعنوي زياراته للجبهات إعدادا واستعدادا لمواجهتها. وقد كانت الزيارة هذه المرة إلى جبهة الصلو اللواء 35 مدرع جنوب مدينة تعز ضمن خطة محور تعز لرفع الجاهزية القتالية وللمزيد من اليقظة بين منتسبي كل لواء. عام نستعد فيه لتحرير بلادنا من هذه العصابة الإجرامية التي قضت على كل شيء جميل في ربع الوطن، إن شاء الله بجهد الجميع وبتكاتف الجميع باتحادنا جميعا سوف ننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى، والنصر قادم قادم لا محالة. دحرت الميليشيات من هذه المديرية على يد أبطال اللواء 35 مدرعة والذين ما زالوا يرابطون حراسا للوطن ومنتظرين توجيه قياداتهم للدخول إلى مديرية خدير وتحريرها أيضا من ميليشيات الانقلاب التي تعاني التقهقر والانحسار على مستوى الوطن والكراهية من كل المواطنين الذين عرفوها وخبروها عن قرب. اليوم أنتم تؤدون رسالة خالدة، رسالة تدافعون فيها عن هذا الدين، وتدافعون عن هذا العرض، وتدافعون عن هذا الوطن، هذا الوطن الذي نعيش فوق أرضه وتحت سمائه. اليوم إن لم ندافع نحن عن ديننا وعن عقيدتنا وعن وطننا، من سيدافع؟ من سيحمي العرض؟ ومن سيحمي الوطن؟ ومن سيستعيد الأمن والاستقرار لمحافظة تعز بل لكل محافظات الجمهورية اليمنية؟ عيون المقاتلين بمديرية الصلو نحو مديرية خدير التي يقفون على أطرافها بكامل عتادهم واستعدادهم لخوض الجولة الأخيرة مع ميليشيات الانقلاب التي لا مكان لها في محافظة تعز، وإن حاولت إيهام الآخرين بحضورها الذي يظل كرتونيا كما يقول المقاتلين الذين واجهوها وهزموها في كل المواجهات. ومن يهزم ويندحر في كل الجبهات لن يجد ما يحلم به في تعز.